السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من الملعب الشرفي بوجدة لمتابعة لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الاحترافي اللي قاعد يجمع بين البلدية الوجدية وفريق الجيش الملكي. كلما التقى الفريقين كلما انتظرنا مواجهة قوية مفتوحة إثارة وتشويق كبيرين لقيمة وتاريخ الفريقين البلدية الوجدية والجيش الملكي. الجولة الماضية ضرب بقوة التشكيله ديال الفريقين. البلدية الوجدية يدخل من المجموعه الثانيه محمد بوجاد في حارس المرمى كلاعبين على الدين بوجده، عبد الله خفيفي، جمال حركس، صابر الحرجاوي، نيلسون مونغانغا اللاعب الكونغولي، ايوب قاسمين، كريم الهاني، لامين ديال كثير ايفواري المهدي الدربي. امامنا هذا المقطع حق بلجيكا وركيب الطبيب في حين قبل بدايه هذا المباراه وروح رياضيه كبيره بين الاطارين الضرب الجزائري امام لاعب بلجيكا. اصبح يعني من الخطوات الى نتابعهم اصبح عنده يعني درايه كبيره بالانديه الوطنيه، وكذلك عبد الرحيم طريف اكيد عبد الحق بلجيكا لانه هناك عدد كبير من اللاعبين ذكر بانه لعبوا لفريق الجيش الملكي والان حاضر مع فريق البلديه الوجديه، وكما نتابع روح رياضيه كبيره بين الفريقين. كما ذكرت هناك كل من المهدي الدربي صاحب لعب للجيش الملكي، كذلك هناك صابر الحرجاوي، مصطفى اليوسفي، ويوسف العباري. الجيش الملكي سيدخل بالمجموعه الثانيه محمد بعيو في حارس المرمى كلاعبين حيم الشمالي، انور ترخات، عمر الجيراني، ايديرسون مونتيرو، محمد علي بن عمر، حمزه مجاهد، ابو بكر تونغارا، عماد الرحولي، عبد الله عبيبي، وجوزيف كيدي كمهاجم للجيش الملكي. المدرب عبد الرحيم الطليفي. هناك غيابات البلدية الوجدية كيغيب على كل سليم بعضو الكونغولي بعضو ادم النفاتي وايميكا اوكبوك، في الوقت عبد الرحيم الطليب كيغيب على كل توفيق الصافي وياسين مشيت كتدخل اختيارات المدرب، وكذلك رضا سليم لاعب اللي تالق مع فريق الجيش الملكي بدايه هذا الموسم، كذلك بسبب الاصابه بالغيابات ديال فريق الجيش الملكي. وهذا كان اكراه امام لجنه البرمجه خصوصا انه فرقه كبيره في الاختيار. هذه فرصه اختيار الحارس محمد بعيو، كانت فرصه لهيئه فريق البلديه الوجديه، تسديده قويه تجاه لاعب صابر الجرجاوي، تلقى صابر الجرجاوي كان هناك بعض الكره رفعت الكره داخل المعترك، هو تدخل ديال مونتيرو، كره في الجهه اليمنى بحث على اللاعب اسماعيل خافي، اسماعيل خافي تمريره في فرصه المهدي الدربي، شكون لعب المهدي محاوله المراوغه تسديده ممتازه، وتدخل الحارس محمد بعيو. كنقول بانه المهدي الدربي قام كل شيء، دخل المراوغه ثم التسديده، ولكن مشات في يد الحارس محمد بعيو. مرتد هجومي بين فريق الجيش الملكي اللي تشوف لعب الكيد تسديده عرضيه، وتدخل الحارس محمد بوجد، تدخل محمد بوجد يعني في محاولتين فرصة تدخل الدفاع تدخل جيد طرف لاعب نيلسون مونغاكا، وراءه كل من ابو بكر تونغارا وتحركات عبد الاله حبيبي على المستوى الجهه اليمنى. المهدي الدربي تمريره ممتازه شارع بن تاكيدي، فرصه للبلوديه، فرصه للبلوديه، اسماعيل خافي تمكنش انه يسدد الكره بقوه للمرمى، وبالتالي كطيحه في كاس العرش الدولي افضل افريقيا كاس كونغو. هذه فرصه فرصه للحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد رفع الرايه. لامين دياكيتي يلعب الكره دائريه راسيه دائما الخطوره، المدينه في فرصه وتدخل حارس محمد بعيوف على هدي المشنى، لعب الكره دائريه دائما الخطوره كريم الهاني، كريم الهاني كيلعب كره فرصه 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 فرصه، اسماعيل خفي كان بامكانه ان يوضع الكره في الجهه اليسرى لمرمى الحارس محمد بعيو، ولكن اسماعيل خافي اللي ضيع هذا من اجل تسديد هذا الخطا وهذا الكره الثالثه على هدي المشنى. ياس سعيد للتنفيذ كيلعب كره جميله ممتازه، تدخل الحارس محمد بعيو دائما الخطوره، لامين دياكيتي والحكم كيقولوا لك زاويه، الحكم كيعلن على الزاويه، محمد بعيو اللي كيتصدى يعني الكره كانت خطيره الراسيه ديال نيلسون مونغانغا، سجل لاعب عماد الرحولي، عماد الرحولي ممتاز، عماد دائما كيحط الكره، الرحولي كينتظر المسانده شنو غيعمل، غيحاول يسدد تسديده ممتازه، عماد الرحولي يسدد والكره تعانق شباك الحارس محمد بوجاد، عماد الرحولي بطريقه يعني ولا اجمل ولا اروع يعني تسديده
الشعبيه تعانق الشباك واولى الاهداف ديال هذه المباراه في الوقت اللي انتظرنا من الكونديوش ديال كان بامكانه انه يزور شباك الحارس محمد بايوب فاكيد فريق الجيش الملكي تمكن من افتتاح النتيجه وتسجيل هدف جميل لفائده فريق الجيش الملكي تسديده ديال عماد الرحولي كيوضعها اكيد في الجهه اليمنى من مرمى الحارس محمد بوجد وبالتالي هدف جميل لفائده تبادل الفرصه لفائده فريق الجيش الملكي تونغارا محاوله تسديده مشات فوق المرمى مره اخرى ديال فريق البوديوش ديال جوزيف كيدي كيمرر هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي عماد الرحولي بتسجيل هدف فرصه كيشوف لك التسلل للاعب والمهاجم المغربي ابو بكر تونغارا كل حدود صحيح انه مجموعه قويه ولكن المنتخب الوطني المغربي عنده كل امكانيه تم الفرصه تدخل الحارس محمد بعيوب في مناسبتين قلت بان المنتخب الوطني المغربي لكره القدم كره خاطئه استرجاع لاعبي فريق الجيش الملكي مرتد هجومي خطير لفائده الجيش الملكي من الجهه اليمنى جوزيف كيدي حاولت تمرير رفعت كره وتدخل دفاع الكيب هذا الكرة للزاوية كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي أمامنا أبو بكر تونغارا هذه فرصة رأسية كانت رأسية تعبت الكرة بسرعة حاولت التمرير اتجاه لاعب اسماعيل خافي خروج الحارس الفرصة ممتاز اسماعيل خافي لأنه بالقرب أنه استثمر صابر الغرجاوي فرصه ممتاز صابر وكذلك رده فعل جيده وقويه للحارس محمد بعيو الذي يتصدى ويبعد الكره ويبعد الان الدقيقه 60 دائما 1-0 لفائده الجيش الملكي وإنه السعداوي رفع الكره تدخل الدفاع دائما الخطوره فرصه لو تسجل هذا الهدف اعتقد انه كان يكون واحد من اجمل الاهداف في الدوري الاحترافي يعني ضربه بقص وتدخل الحارس محمد بعيوب في واحده من ابرز محاولات فريق المديوش ديال تساند تشجع تدفع بها اللاعبين واليوسفي يلعب كره دائريه راسيه تدخل الدفاع دائما الفرصه الخطوره متواصله وابعاد الكره في الوقت اللي كان الحارس محمد بعيوب ساقط فوق ارضيه الملعب قول بانه 45 دقيقة نعيش نفس الطريقة والنهج والمرتدات الهجومية الآن البحث عنها من طرف لاعب عبد المنعم كيمرر عند صلاح الدين يدخل خلال هذه الجولة تسديدة صلاح الدين باهي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني يمكن نقول بانه أول لمسة أول كيد يعني كرة كيتلقاها كيوضعها في الشباك وفرحة كبيرة للاعبي والطاقم التقني وللجماهير الجيش الملكي بهدف ثاني كنقول بانه سيكون هدف يعني قاتل في هذه المباراة صلاح الدين باهي وبكيد تسديدة قوية وبإطلالة باهية كيتمكن انه يوضع الكرة في شباك تمريرة طويلة فرصة جوزيف كيدي خطورة جوزيف كيدي تمكن انه يتخطى العميد عبد الله خفيفي ويصبح وجه لوجه مع الحارس محمد بوجد اللي كيتدخل وبالتالي كنقول بانه ابعد كذلك في الادوار الدفاعيه هذه فرصه تسديده فرصه لفائده الفريق مديوش ديا اسماعيل خافي كان بامكانه ان يوضع الكره في الشباك تضيع هذه المحاوله اسماعيل كيمرر في جهه لاعب وائل نوح وائل تسديده ولكن فوق المرمى وائل نوح السعداوي كان عنده جوج الحلول اما يمرر اما يسدد كان يقول ان الدقيقه الاخيره في انتظار انه تعرفوا على الوقت بدل الضائع من هذه الجوله الثانيه رفعت كره ممتازه فرصه كانت الراسيه ديال وائل نوح السعداوي ومحمد بعيو كيتمكن انه يبعد الكره للزاويه كره الخطوره متواصله صافي الغرجاوي تسديده تدخل الدفاع من جديد كريم الهاني شوني عبد الغني يحاول انه يرفع الكره بالفعل رفعت كره داخل المعترك تدخل الدفاع كذلك هدف لمثلي نهايه المباراه
حمزة فريق يلا نهاية اللقاء بفوز فريق جيش ملكي بهدفين لا شيء، هدفي عماد الرحولي وصلاح الدين باهي، أكيد فوز مهم بالنسبة لجيش ملكي فيما أكيد حد أوفر لفريق المدير الجديد في باقي المباريات وباقي أكيد اللقاءات. أشكركم، أشكركم زملائي التقنيين، زملائي عمر زميتي رئيس الوحدة أمين لهب على مستوى الإخراج، هذا شان فرج، أحييكم، ألقاكم